باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنيسة الشهيد العظيم أبا نوب سبرينغفيلد فيرجينيا أمريكا. كنيسة بتخدم 5 مناطق كبيرة في فيرجينيا، بتخدم وودبريدج، لورتون، ألكسندريا، سبرينغفيلد، أنانديل. الكنيسة بدأت بسمول جروب صغير خالص، عبارة عن عدد أسر صغير بيخدموا، بيصلوا مع بعض ويقروا الكتاب المقدس مع بعض، لغاية لما بارك قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني أدام الله حياته، إدى الاسم للكنيسة شهيد أبا نوب وبارك الكنيسة، ودوت في يوليو 2014. ومن الوقت دوت بأقل من 15 أسرة ابتدت الكنيسة وابتدت صلاة أول قداس باسم الشهيد أبا نوب في فيرجينيا، كان في 6 سبتمبر 2014. في مارس 2015 العدد كبر والأسر كترت، وفي مكان اتوجد بالإيجار، تم إيجاره 3 سنوات من مارس 2015 لمارس 2018. إيجار كان مبلغ عالي، لكن بركة ربنا والشهيد أبا نوب سددت كل الاحتياجات لمدة 3 سنوات دولت. يعني الإيجار لوحده كان حوالي 414,000 دولار في 3 سنين، مبلغ عالي جدا، ده غير بقية المصروفات للكنيسة، لكن ربنا بمحبته سدد كل الاحتياجات وما خلناش محتاجين حاجة. بنعمة ربنا خلصوا 3 سنوات الإيجار، واللاند لورد أخذ المكان لناس تانية، وإحنا دلوقتي بنصلي في الكافيتيريا اللي إحنا فيها دلوقتي في مدرسة من المدارس. الكافيتيريا بنأجرها 2 يوم في الأسبوع، السبت والحد بس، وده طبعا مش مكفي لأولادنا والخدمات اللي الكنيسة كترت فيها خالص في الفترة اللي فاتت. كنيسة بقت من اجتماع بقى مدارس أحد كاملة لكل السنين، اجتماع شباب، اجتماع عداد خدام، اجتماع الأسرة، أيام روحية وفي خلوات روحية، فالمكان يعتبر مش هو ده المكان المناسب لكنيسة فيها ما يقرب من 76 أسرة حاليا. بعد البحث الكبير لقينا مكان معروض للبيع، مش هنأجر تاني، 1.770 acres، دوت ب3 مليون. المبلغ كبير أول لأول وهلة، لكن ثقتنا في اللي ربنا عمله معانا كبيرة جدا جدا من الفترة اللي فاتت، واثقين أن ربنا هيسدد كل المبلغ. التارجت بتاعنا دلوقتي 250,000 دولار في الفترة الحالية عشان نسدد الداون بيمنت وبقية المصروفات للكلوزينج. متوقعين أن ربنا هيفرح قلبنا في الفترة الجاية دي، لأن العرض بتاع الكونتراكت اتعمل واتقبل، فربنا يكمل بمنعمة ربنا ويعوض كل واحد هيشارك في بناء الكنيسة بتاعة الشهيد أبا نوب، عظيم السيرة. ربنا يبارك كل واحد في حياته ويعوض كل معطي بسرور لمجد اسم الله إلهنا يسوع المسيح، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.